خلينا نروح من قصة نجاح هذه المبادرات لقصة نجاح تانية، وهي المنتخب المصري للجمباز قدر ان هو يفوز ب3 ميداليات في بطولة رومانيا الدولية للجمباز واللي تمت اقامتها في بوخارست، وشارك في البطولة 12 او في الحقيقة 13 دولة من حول العالم. طبعا مشاركة المنتخب بتتم ضمن خطة الاتحاد المصري للجمباز للاعداد والتأهيل لدورة الالعاب الاولمبية 2024. عايزين نعرف تفاصيل اكتر، معانا على التليفون دكتور ايهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح يا اهلا بحضرتك يا مشاهدين جميعا. في البدايه طبعا بنبارك لك، الف الف مبروك، لكن عايزين نتعرف اكتر على الميداليات اللي حصل عليها المنتخب وتقسيمها عامل ازاي ما بين بقى ذهبيه فضيه برونزيه. والله الف مبروك الاول لمصر ولابطال مصر وللشعب المصري والرياضه المصريه. والحقيقه البطوله دي في إطار هي أحد البطولات الدولية الهامة جدا في إطار استعدادات المنتخب المصري لخوض بطولة العالم إن شاء الله اللي هتقام في بلجيكا في شهر 10 أو شهر 10، لأن هي دي البطولة المؤهلة إن شاء الله لأولمبياد باريس 2024. هي إحنا سقف طموحنا عالي شوية السنة دي، وبنحاول ننافس بفريق او بنحاول نأهل الفريق كله، دي هتبقى حاجه بالنسبه لنا تاريخيه. البطوله اول 12 على مستوى العالم هم بس اللي بيروحوا الاولمبياد كفرق، في كوتا تانية للفردي وفي كوتا تانية للاجهزه او لفردي الاجهزه. البطوله دي يمكن احنا الحمد لله اخذنا فيها 2 ذهب، ذهب عمر العربي الموجود معانا على الشاشه مع حضرتك بطلنا عمر العربي، وطبعا علي ابو القاسم احد اللعيبه المميزين والفارقين في مجال الجمباز وفي الفريق، وفي الميداليه الثالثه كانت الفضيه بتاعت محمد منتصر عفيفي على جهاز المتوازي. 3 ميداليات احنا دي تعتبر من اولى البطولات اللي المنتخب كفريق يجيب فيها 3 ميداليات متتاليه. عظيم جدا. بطوله واحده يعني هي الحمد حاجه تشرف والله. طبعا الحمد لله انديكيشن ان الفريق بقى جامد، يعني ماشيين على الطريق كويس. السكه صعبه والطريق صعب قوي، بس ان شاء الله بكل تاكيد منافسات دوليه لازم تكون كده، لازم تكون صعب. طبعا ان شاء الله. هو طبعا المنتخب النهارده مسافر رايحين جورجيا ان شاء الله في معسكر مغلق ان شاء الله، وهيطلعوا من جورجيا على بطوله العالم على طول في بلجيكا ان شاء الله باذن الله، هم مع الجهاز الفني كله ان شاء الله. يا فندم يعني عايزين نعرف ايه هي ابرز الدول اللي يمكن كانت صعبه في خلال المنافسه. احنا كنا شايفين على الشاشه دلوقتي ولادنا فايزين على كندا وعلى في صوره ثانيه كنا شايفين اسبانيا. المجموعه ال 13 دوله اللي كانوا في البطوله هم ال 13 دوله اللي رايحين بطوله العالم من ضمن افضل 24 فريق يعني البطوله اللي جايه بتاعت بطوله العالم ان شاء الله فيها 24 فريق فقط لا غير اللي تم تاهيلهم من خلال البطولات القاريه او بطولات العالم السابقه. الفريق المصري السنه اللي فاتت حقق المركز ال 15، ودي كانت اعلى ريكورد في تاريخ الجمباز المصري ان احنا ناخد ال 15. التارجت بتاعنا ان شاء الله السنه دي ان احنا نخش ضمن ال 12 الاوائل. صعبه جدا بس ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ونحققها يعني بمجهود الاولاد ودعواتكم وتوفيق ربنا طبعا في الاول وفي الاخر ان شاء الله باذن الله نعملها. ربنا معاكم طبعا إن شاء الله. كان في اسبانيا، كندا، رومانيا، كان في مجموعه من الدول قويه جدا. دول قويه فعلا بالفعل. طبعا. يعني الف الف مبروك لاولادنا وابطال، وان شاء الله في جورجيا يحققوا نجاح كبير جدا. كل الشكر ليك دكتور ايهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز، وبنتمنى لكم التوفيق في الجاي ان شاء الله.